مرحبا بكم الناس اللي كل النادي الافريقي اليوم اخر الوديات قبل انطلاق البطولة. يجري النادي الافريقي اليوم لحد اخر مباريات ولا تحضيرية استعدادا لانطلاق سباق البطولة لموسم 2020-2021 بعد تأجيل العودة في زوز مناسبات بسبب تعليق الانشطة الرياضية من قبل رئيس الحكومة. ويلتقي الزملاء الداخلي الاولمبي البلجي في مباراة ودية يحتضنها ملعب الاولمبي بالمنزه دون حضور الجمهور. وكان النادي الافريقي قد اجرى عديد المباريات الودية كان اخرها امام نادي حمل انف وانتهت بفوز بناء الأسعد الدريدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. أكيد النادي الأفريقي يحضر في مبارياته بلعب مباريات ودية اليوم كما قلنا هي آخر المباريات مع الأولمبي البيجي بالملعب الأولمبي بالمنزه.